والالتفاف حول المؤسسات المهنية. وحرر من الدخلة يوم 26/11/2022 الذي أصدره مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب. أسمع لنا سيد الرئيس، يجب أن تسمعوا لنا، لا تحجروا علينا. هناك التفاف، لا قلتوا ما تنسحبوش أتصدى النقابة، أما تنسحبوش، أما لا أريد سماع توصيات، لا التفاف، التفاف هذا على أريد سماع توصيات المؤتمر وليس بيان المكتب. هذا مؤتمر يجب ان يسمع المحامون توصياته. انا باعتباري عضوا في لجنه السياسه شؤون مهنيه، اعلن ان التوصيات التي جاء بها السيد الرئيس لا تشتمل على ما جاءت به لجنة الصياغة أولا. ثانيا أن ما جاء به السيد الرئيس مخالف لمقتضيات المادة 37 من القانون الداخلي للجمعية في مخالفة صريحة. السيد الرئيس قال أن الوقت لم يسعفه لغربلة التوصيات، في حين أنه تلا علينا مجموعة من التوصيات وجميع المؤتمرات التي عهدنا منذ بداية الجمعية تؤتي توصياتها كاملة دون حذف أو نقصان. لذلك نطالب سيد رئيس مكتب الجمعية للقيام بالواجب وسرد التوصيات كاملة. شكرا. خلينا نعطيهم فرصة إلى غير تقراو التوصيات هذه وما هو اللي